السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك سكر وسكرك غير منتظم ومش عارف ايه الاسباب؟ هقول لك في 60 ثانية عن اهم 10 اسباب ممكن تخلي مستوى السكر عندك غير منتظم. في اسباب ليها علاقة بالدواء نفسه او العلاج، زي لو العلاج مش مناسب للشخص ده او جرعة العلاج مش كافية او العلاج نفسه مش كافي ومحتاج الدكتور يزود لك عليه حاجات تانية، او ان جرعة العلاج نفسها مش متظبطة سواء كانت اقراص او انسولين. في اسباب ليها علاقة بالشخص نفسه اللي هو المريض، انه مش بياخد العلاج بالجرعات اللي الدكتور قال له عليها، وانه مش بياخد العلاج في الاوقات المناسبة، او بيلخبط في الاكل ومش ماشي على نظام غذائي مناسب، انه وزنه زايد، ان نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول عنده عالية، ومش بيعمل رياضة، ودايما متعصب ومتوتر. دي اهم 10 اسباب ممكن تخلي لك مستوى السكر عندك في الدم غير منتظم.